خطوات التسجيل ورفع الملفات على ميديا فاير. ميديا فاير خدمة تحميل الملفات والتخزين السحابي أيا كان نوع الملفات، سواء مقاطع فيديو أو مقاطع موسيقية أو تطبيقات أو صور أو مستندات، والوصول ليهم من أي مكان سواء بالهاتف أو الكمبيوتر وتحملهم. بعد إذنك كده بيبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب هقول لهم إيه؟ يعملوا سبسكرايب أعملوا لك استرايك للبتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزايكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. ميديا فاير أكيد معظمنا شاف الموقع ده وكمان اتعامل عليه من خلال تحميل بعض الملفات زي ما قلنا، سواء فيديوهات أو تطبيقات، نتيجة إن أصحاب المواقع أو القنوات بيكونوا مشاركين روابط للملفات دي، ولما بنضغط عليها بيتفتح معانا ميديا فاير وبنقدر نحمل الملف ده. وحضرتك كمان تقدر يكون ليك حساب على ميديا فاير وترفع الملفات بتاعتك ايا كان نوعها وتشارك الرابط ده. يعني مش لازم يكون عندك قناة او يكون عندك مدونة، ممكن على المستوى الشخصي سواء مع الاصدقاء او القرايب، اوقات بنبقى عايزين نشارك فيديوهات او نبعت لهم فيديوهات ومبنقدرش نبعتها من خلال الواتساب او الماسنجر، عشان احنا عارفين الفيديوهات اللي بتكون بحجم كبير ما بنقدرش نحملها من خلال التطبيقات دي ونبعتها لاي حد. هنا بيجي دور زي ميديا فاير ان احنا بنرفع عليها الملفات او الفيديوهات مثلا بتاعتنا، وبعدين بنشارك الرابط ده مع اي صديق او اخ لينا، ويقدر من خلال الرابط يدخل على ميديا فاير ويحمل الفيديو بتاعنا. وعشان الامر يوضح، يعني في بعض من الاصدقاء كانوا بيسألوني على مثلا كرومات معينة لما باجي بستخدمها في الفيديوهات بتاعتي وبيبقوا عايزين يحملوها، زي مثلا الكرومة ديت. او كرومة فوانيس رمضان، وهم بقى عايزين الفيديوهات دي. طيب انا اقدر اشاركها معهم ازاي؟ هيبقى من خلال ميديا فاير، ان انا هرفع الملفات او الفيديوهات دي على حسابي على ميديا فاير، وبعدين الرابط الخاص بالفيديوهات دي اشاركها مع الاصدقاء ويقدروا يحملوها. فهنشوف بقى بشكل عملي ازاي يبقى لنا حساب على ميديا فاير، وازاي ان احنا نحصل على الرابط ده ونشاركه مع المتابعين او الاصدقاء بتوعنا. هنروح على متصفح جوجل وبعدين نكتب ميديا فاير، وهنكتبها بالعربي عادي مفيش مشكلة. بعدها هنروح على اول نتيجة بحث ونضغط عليها، وهو ده الموقع الخاص بميديا فاير، وموجود ليه برضو تطبيق على جوجل بلاي. فهنضغط زي ما قلت على اول نتيجة اختيار معانا. بعدها بيفتح معانا الموقع بالشكل ده. كل اللي هنعمله هنروح على كلمة اشتراك ونضغط عليها. بعدها بتتفتح معايا الصفحة ديت وبيبتدي يستعرض لي الخطط الخاصة بميديا فاير، في خطتين مدفوعتين وخطة مجانية. احنا دلوقتي هنسجل من خلال الخطة المجانية، حبيت بعد كده حضرتك ترقي وتستخدم اي خطة مدفوعة مفيش برضو اي مشكلة، فاحنا هنروح على المجانية اللي مكتوب عندها اساسي وبتدينا 10 جيجا بايت كمساحة نقدر نرفع عليها الملفات بتاعتنا ونخزنها على ميديا فاير. فهضغط على كلمة احصل على الاساسي. بعدها بتتفتح معايا الصفحة ديت ومن خلالها هنبتدي اجراءات التسجيل. اول حاجة اختيار اللغة، بضغط عليها وبعدين بختار مثلا اللغة العربية، وبعدها بتظهر معايا العلم الخاص بالبلد بتاعتي. بعدها ابتدي ادخل الاسم الاول واسم العائلة والبريد الالكتروني وكلمة السر، وكل البيانات دي هدخلها باللغة الانجليزية. خلاص دخلت الاسم بتاعي واسم العائلة والبريد الالكتروني وكلمة السر. بعد كده بعلم على المربع ده ان انا وافقت على سياسة الخصوصية والاتفاقية، وبعد كده اضغط على انشاء حساب ومتابعة. بعدها بتتفتح معايا الصفحة ديت او بقى الحساب بتاعي، وبلاقي في الاول نافذة بيقول لي مرحبا بك في الملفات الجديدة، وخلاص ان انا اقدر احمل الملفات وبقى عندي حساب على ميديا فاير. فلو ضغطت على كلمة تحميل الملفات، وبعدها بيقول لي حدد الملف المراد تحميله، وبعدين بقوم ضاغط على علامة الزائد هيفتح معايا مكان الملفات بتاعتي سواء بقى فيديوهات او صور، وبعدين ابتدي احملها. بس انا دلوقتي هقفل النافذة ديت عشان نشوف منظر الحساب بتاعنا عامل ازاي.
ده بيكون شكل الصفحة بتاعتنا وبيكون مقسمها لي كده كفولدرات، سواء خاصة بالكاميرا، بالمستندات، بالمقاطع الموسيقية، بمقاطع الفيديو، بملفات البي دي اف، على اساس اي ملف انا ارفعه احطه في الفولدر الخاص بي عشان لما عوز اوصله تاني بعد كده تكون كل حاجتي متنظمة. طيب انا عايز بقى ابتدي احمل ملف بالشكل ده او من الصفحة كده معايا، ازاي؟ هروح على علامة التحميل اهي اللي عندها السهم ديت، وبعدين اضغط عليها، هيفتح معايا نفس النافذة اللي فتحت اول ما عملنا الحساب اول مرة. بعد كده هضغط على علامة الزائد، هيبتدي يفتح لي مكان تخزين الملفات بتاعتي سواء على الكمبيوتر او على التليفون لو انا فاتح الميديا فاير من التليفون بتاعي. ابتدي اختار الملف بتاعي واضغط على كلمة اوبن. كده الملف بتاعي جاهز خلاص عشان ابتدي اقول له ابدا التحميل، وده الملف الخاص او الفيديو الخاص بالكروما اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. هقول له ابدا بالتحميل اهو، هيبتدي يحمل معايا. في ثواني قال لي خلاص الملف اتحمل، وجنبيها نسخ الرابط عشان ابتدي ان انا اقدر اشاركه. فاول ما بضغط على كلمة نسخ الرابط كده خلاص بقى الرابط موجود معايا، اقدر اشاركه في اي مكان انا عايزه. هضغط على كلمة اغلاق وبلاقي برضو ادي الملف بتاعي اللي انا رفعته الخاص بالكروما او الفيديو الخاص بالكروما موجود معايا اهو في الحساب بتاعي، عشان لو حبيت ارجع له في اي وقت واشارك الرابط بتاعه اعرف. وبعدين من خلال الثلاث نقط دول لما بضغط عليها بتنزل قائمة ببتدي اعدل في الملف ده، لو انا عايز اغير الاسم بتاعه بدل ما مكتوب كروما واحد فانا مثلا ممكن اقوم ضاغط على كلمة اعادة تسمية واقوم مسميه كرومة اشتراك، وبعدين اقول له موافق. زي ما انتم شايفين اهو عدل الاسم. اضغط تاني على الثلاث نقط لو انا عايز اعمل له وصف، اعمل كلمة مرور للملف نفسه، عايز احذفه، عايز بقى انسخ الرابط بتاعه زي ما انا عملت كده من شوية، اول ما اضغط عليه يقول لي برضو نسخ الرابط للمشاركة. هنا بقى خلاص الرابط بقى معايا، انا مثلا عايز اشاركه مع الاصدقاء معايا على القناة عشان يحملوا الكرومة دي، فهقوم عامل ايه؟ هقوم رايح للفيديو اللي انا هرفعه على القناة واحط الرابط ممكن في صندوق الوصف او في التعليق المثبت. تعالوا نشوف. بروح على الفيديو بتاعي واجي مثلا في صندوق الوصف، وبرضو هتلاقوني سايب على فكرة الرابط الخاص بكرومة الاشتراك وبكرومة فوانيس رمضان في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت للفيديو ده. اجي كده واقوم عامل لصق، هلاقي ادي الرابط الخاص بميديا فاير بالملف بتاعي بتاع الكرومة، واقوم ضاغط على كلمة حفظ. بعد كده اي حد بقى هيفتح الفيديو بتاعي وهيروح على صندوق الوصف هيضغط على الرابط ده هيحوله على ميديا فاير، ويقدر ان هو يحمل الكرومة او الفيديو الخاص اللي انا مشارك الرابط بتاعه. تعالوا برضو نشوف بشكل عملي. لو انا دلوقتي مثلا رحت على الفيديو اهو فتحته وبعدين بصيت في صندوق الوصف هلاقي ادي الرابط الخاص بالكرومة اللي موجود على ميديا فاير. اول ما هضغط على الرابط تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. اهو زي ما انتم شايفين فتح مع المستخدم او المتابع بقى اللي هيضغط على الرابط الموقع الخاص بميديا فاير، وادي كرومة اشتراك، وادي كلمة تنزيل. اول ما هيضغط على كلمة تنزيل اهو بعدها بيفتح معاه المكان الخاص بتحميل الملفات بتاعته سواء على الكمبيوتر او على التليفون، ومجرد ما هضغط على كلمة سيف هلاقي الكرومة او الملف ايا كان نوعه اتحمل معايا. وزي ما شفتوا الامر سهل ازاي، سواء في ان انا اسجل على ميديا فاير او ان انا ابتدي ارفع ملفات عليه واشارك الرابط بتاعه. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وسبسكرايب، ويا رب اكون قدرت افيدكم. وبالتوفيق للجميع، وكالعاده في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.